استمرارا لدور وزارة الداخلية في دعم كافة الفئات بخاصة الأيتام، وجهت الوزارة مأموريات من الضباط من مختلف مديريات الأمن إلى دور رعاية الأيتام لتقديم الدعم والمساندة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. مصر عليها العين وولادها الغالين، من يومهم واقفين للي بيعادي مصر. زيارة النهاردة فرقت جدا مع الأولاد بالألعاب اللي هم جابوها والقعدة معاهم، طبعا دي بتفرق في نفسيتهم جدا جدا جدا. نشكر الرئيس جدا على كل المبادرات اللي هو بيعملها، سواء في المشاركة المجتمعية أو في مع الأطفال خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة. النهاردة الضباط جم وفرحونا وجابونا ألعاب، وكل يوم عيد بيجونا وفرحونا. بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وبنحبه جدا، وهو دايما مهتم بينا. المأموريات قامت بتوزيع هدايا على الأطفال الأيتام، وهو ما أدخل الفرحة في نفوسهم وزاد من شعورهم ببهجة العيد وأجوائه، وثمنوا غاليا ما تبذله وزارة الداخلية من جهود على الصعيد الإنساني لدعمهم على مدار العام. بنشكر السادة ضباط وزارة الداخلية على إدخال البهجة والسرور على الأطفال بدار الأيتام، كما عودونا دايما هم بيجوا في كل مناسبة بيدخلوا البهجة والسرور على الأطفال وبيشوفوا كل احتياجاتهم ومتطلباتهم، وده يعني بناء على توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا بنتوجه له بالشكر والتقدير على ما يفعلوه مع أولادنا في دار الأيتام. مشاركة وزارة الداخلية الأيتام بفرحة العيد امتدت إلى اصطحابهم إلى المحال التجارية وشراء ملابس العيد لهم. مصر عليها العين وولادها الغالين، من يومهم واقفين للي بيعادي مصر. هنا بلد الجدعان وما فيش منا جبان، في الشدة بيبان من اللي بيحب مصر. هنا مصر مبسوطة جدا ان الضباط جابوا لنا هدوم عيد، وبشكركم كنا سامتوا طيبين. فرحانة قوي ان الضباط جابوا لي طقم العيد، وفرحانة قوي واخدنا كل حاجة واخدنا لبس العيد. شكرا لك. لما قرب وبعيد شعب الايد في الايد، والقلب ما يريد واحنا بنحب مصر. هنا مصر اللي الاحتفالات مع الأيتام أخذت طابعا من الأجواء الترفيهية، بعدما قامت الوزارة بتنظيم احتفالات متنوعة لهم بعدد من الأندية تفاعلوا معها وأبدوا سعادة كبيرة بهذا الاهتمام بهم. شاكرين جدا رئيس الجمهورية ان هو اخدنا وفسحنا وجاب للاطفال لبس للعيد، والاطفال كانوا مبسوطين جدا جدا. فسحنا ولعبنا وركبنا الباص قصتنا، وبنحب الرئيس وتحيا مصر. بنقول للرئيس كل سنه وانت طيب وتحيا مصر. وفي تقليد يعزز من فخر الايتام ببلادهم، قامت الوزاره باصطحابهم في حافلات مفتوحه، قامت بجوله بالشوارع والميادين في اجواء غلبت عليها الفرحه والبهجه بالعيد. شكرا لك يا رئيس وتحيا مصر. لما قرب وبعيد شعب الايد في الايد، والقلب ما يريد واحنا بنحب مصر. هنا مصر اللي عشناها. شكرا لسياده الرئيس، شكرا على اليوم الجميل ده، شكرا للضباط اللي لعبوا معانا النهارده. تحيا مصر، تحيا مصر. بشكر سياده الرئيس على اليوم الجميل ده. تحيا مصر. هنا مصر اللي